بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. في صدري هذا اللقاء الأبرك أتوجه بالشكر الجزيل للإخوة القائمين على هذه الصفحة الطيبة المباركة، والذين أقاموا صلب هذه المحاضرة لنشر الخير للغير. أسأل الله عز وجل أن يثيب الإخوة جميعا على ما بذلوه وما تجشموه، وأثني كذلك بالشكر لكل المتابعين رجالا ونساء صغارا وكبارا، والله جل وعلا من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل. الموضوع الذي اقترحه الإخوة الكرام هو موضوع الدعوة إلى الله عز وجل، وهذا الموضوع هو بحر عباب طامن لا ساحل له، وكما يقال طويل الذيل، وهو أيضا بحول ربي جل ثناؤه عظيم النيل. لكن حسبنا في مثل هذه العجالة وفي هذا اللقاء الأثير أن نلقي الأضواء الكاشفة على مهماته وقواعده وأصوله تبصيرا منا لكل من ولج في هذا الباب أن يكون ملما بقواعده وأصوله. فابتداء أقول بأن الله عز وجل قد اصطفى الأنبياء والرسل، فلا شك ولا ريب أن أفضل الخلق على الإطلاق هم أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. وإذا تأملنا في ملمح هذا التفضيل والاصطفاء والاجتباء، فلا شك ولا ريب أن الملمح الظاهر في هذا الاصطفاء هو ما تنصبوه من منصب الدعوة إلى الله عز وجل والدلالة عليه جل ثناؤه، وأن يكونوا ممن يدلون الناس على خيري الدنيا والآخرة. فالله جل وعلا أبان عن ذلك في غير ما موضع من محكم تنزيله، ومن ذلك قوله تبارك وعز: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ورسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. حتى إن خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه لما أراد أن يبرز ربنا جل ثناؤه مقامه ومنزله أمره بمثل هذا الذي سنتلوه على مسامع الحضور الكرام. قال له ربه تبارك وعز: قل يا محمد، هذه سبيلي، هذه طريقتي، هذا نهجي، هذا هو المسلك الذي أسلكه، ما هو يا ترى؟ أدعو إلى الله. فجعل صلب طريقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفحواها وحقيقتها في دعوة الناس إلى الله عز وجل ودلالتهم على الخير ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة. بل إن القرآن لم ينزله ربنا تبارك وعز على قلب نبيه صلوات ربي وسلامه عليه إلا لتحقيق هذا المعنى الأثير الذي هو الدعوة إلى الله عز وجل. وفي ذلك يقول ربنا عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ومن فضائل الدعوة إلى الله عز وجل
أن الذي تنصب منصبها وتنزل منزلها وامتطى صهوة جوادها كما يقال، فليعلم بأنه قد أنزل نفسه منازل الأنبياء والرسل، وقد أقام نفسه مقامهم، فلا بد أن يستحضر هذا المعنى كل من سلك مسلك الدعوة إلى الله عز وجل والدلالة على الخير بأنه قد تنصب منصب الأنبياء، وأن قوله هو أفضل القول على الإطلاق، أفضل قول يمكن أن يقال وأن يخاض فيه هو مقول الدعوة إلى الله عز وجل. قال ربنا تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. ومن أحسن قولا، هذا ظاهره الاستفهام، لكن المقصود منه هو النفي الذي يقتضي التقرير ويقتضي التأكيد. ومعنى سياق هذه الآية: ليس أحد هو أحسن قولا إلا الذين سلكوا مسلك الدعوة إلى الله عز وجل وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من أعظم الفضائل أيضا التي يبشر بها من أخلص النية في هذا الباب وتسلح بسلاح العلم والعمل، بأن الله تبارك وتعالى يطيل في عمره وفي آثار سنيه، ربما قد يصل ذلك إلى القرون المتطاولة. وقد يتعجب بعض السامعين من هذا، عمر من يدعو إلى الله جل وعلا لا ينتهي بوفاته، بل إنه يستمر ويتطاول وقد يصل إلى القرون المتلاحقة التي لا يعلم مداها إلا الرب جل ثناؤه. وملحظ ذلك ومعناه في قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من دعا إلى هدى، كل من دعا سواء كان رجلا أو امرأة، لأن سياق الحديث الذي نتحدث فيه لا نخص الدعوة بالرجال، بل هي دعوة عامة للصغار والكبار وغيره. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من دعاهم ولم ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ولربما يدعو الإنسان غيره إلى الله جل ثناؤه ويدله على الخير، وهذا الذي دعاه يدعو عشرات الناس، والعشرات يدعون الآلاف، والآلاف يدعون الآلاف المؤلفة والملايين، وقد يصل الأمر إلى الملايير المليارة. ولذلك فإن بعض العلماء يذكر أن أجر الأمة جميعا هي في ميزان حسنات نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أجر الأمة كلها هي في ميزان حسناته صلوات ربي وسلامه عليه. وفي بهذا المعنى نظم شيخ مشايخنا العلامة محمد علي بن عبد الودود الشنقيطي رحمه الله رحمة واسعة يقول: وكل أجر حاصل للشهداء، وكل أجر حاصل للشهداء وغيرهم كالعلماء والزهداء، حصل للنبي مثله على أجور ما كان النبي فعل صلوات ربي وسلامه عليه. ولأن يهدي الله عز وجل على يدك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا أمر كانت أعناق العرب قدما تتطاول وتتطلع إلى حمر النعم، لأن حمر النعم حمر جمع أحمر، والنعم هذا أجود أنواع الإبل التي هي في زمننا هذا تعد من أفضل المراكب التي يمتطيها الناس الآن. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله على يدك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لكن الذي ينبغي أن نوقن ونبرم القلب عليه أن هذه الفضائل التي تحدثنا عنها في هذه التقدمة وبين يدي هذه المحاضرة ليست لكل أحد من الناس،
هنا موضع الخطأ والخطل، وهنا موضع العطب والزلل. أن بعض الناس إذا قرأ مثلا قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وأدعو إلى سبيل ربك ولأن يهدي الله على يدك، وغير ذلك من النصوص، سواء كانت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ينقدح في وهله أنها تنطبق عليه رأسه، والأمر ليس كذلك. بل لابد من تحقق أصول الدعوة إلى الله، لابد من أن يتحرى المسلم هذه القواعد والضوابط، وأن يتصف بصفات وبشروط الدعوة إلى الله عز وجل حتى يبلغ هذا المنزل. فليس الأمر سبهللا، يعني ليس الباب مفتوحا على مصراعيه لكل من هب ودب وهرج ومرج، بل إن الأمر لا يعتريه إلا الأفراد، ولا يمتطي صهوته إلا الأفذاذ. فلا بد أن نتبصر بهذه الأصول والضوابط. على رأس هذه الأصول والقواعد والضوابط، إخلاص النية للرب جل ثناؤه. من يدعو إلى الله تبارك وتعالى ينبغي أن يستحضر بأن مقام الدعوة إلى الله عز وجل هو أفضل العبادات وأفضل المقامات، والعبادة لا تصح إلا بنية خالصة وموافقة هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظاهرا وباطنا. وفي ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة ذكر أن الذي يعمل عملا مما يتقرب به إلى الله عز وجل، إذا كان يعمله من غير نية ولا اقتداء، شبهه بصورة وبمشهد ينبغي أن نستحضره. قال: كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. الشخص يريد أن يسافر، فبدل أن يحمل معه الزاد، وبدل أن يتمتع بالمطاعم وما يبلغه في سفره هذا، وما يريد أن يربه من المصالح في طريقه، بدل أن يعبئ نفسه بما ينتفع به، ماذا يصنع؟ يعبئ راحلته ويتزود من الرمال والحصى والأحجار، هذه تثقله ولا تنفعه. ولذلك من دخل في صلب الدعوة إلى الله جل وعلا ويحذوه الرياء وتؤزه الشهرة ويسيل لعابه لكثرة المتابعين، ويتضجر إذا وجد في المحاضرة أفرادا، وتجده إذا وجد كثرة المعجبين استبشر، وإذا وجد قلتهم ضاق صدره وضاقت عليه الأرض بما رحبت، مثل هؤلاء ينبغي أن يراجعوا قلوبهم، وينبغي أن يراجعوا نياتهم، لأن هذا الأمر ديال الدعوة ماشي شأن الشهرة ولا شأن كثرة المتابعين ولا الصفحة يدخلها الآلاف أو الملايين أو كثرة المعجبين. انظر مقامك عند الله جل ثناؤه. إذا كنت مخلصا النية لله تبارك وتعالى، فاعلم أنه لا يضيرك قلة المتابعين ولا يغرك كثرة المتابعين. أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الأنبياء الأصفياء الذين اجتباهم الرب جل ثناؤه وأعلى مقامهم، يأتي النبي ومعه الرهط. وإذا قلنا الرهط، الرهط في لغة العرب الجماعة من الرجال ليس معهم امرأة بين الثلاثة والتسعة، تسعة ديال الناس أو الأربعة أو الخمسة. يأتي الرجل أو يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، هذا نبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. الأمر مبناه على الإخلاص. ولذلك لما تحدث العلماء وأرباب السلوك
عن مقام الإخلاص أضجع المقال فيه، وأبانوا بأنه أخطر المقامات، أخطر المقامات، وهو أعظمها كذلك لمن وفق إليه، هو مقام إخلاص النية لله عز وجل. قال في تعريفه الشريف الجرجاني رحمة الله عليه، قال: الإخلاص أن لا تطلب لعملك شاهدا غير الله. الإخلاص أن لا تطلب لعملك شاهدا غير الله ولا مجازيا سواه. الشاهد هو الله، هو الذي تريد أن يرقبك في ظاهرك وباطنك، ولا تلتفت إلى نظر الناس، ولا إلى كثرتهم، ولا إلى مدحهم، ولا إلى ثنائهم، ولا إلى لايكاتهم على الأسلوب المعاصر الآن. قال: الإخلاص أن لا تطلب لعملك شاهدا غير الله ولا مجازيا سواه. لا تريد من خلال الدعوة الشهرة ولا كثرة المال، لأن هذا بعض الناس عندما يرى التجارة رائجة في مجال الدعوة وفي مجال كذا والشهرة والأتباع، وهذا يصير الأمر عنده تجارة، يصير عنده الأمر بمقام الربح وأن يجني من خلفه الأموال، وهذا والعياذ بالله لا شك ولا ريب أنه يتنافى كل المنافات مع إخلاص النية للرب جل ثناؤه. والأنبياء أكتعون ماذا كانوا يقولون؟ قال: اتبعوا من لا يسألكم أجرا. الأصل هو هذا في الدعوة، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. وممن عرف الإخلاص يذكر أنه تصفية العمل عن ملاحظة المخلوقين، وأن يكون الظاهر والباطن سواء. ويعجبني في هذا السياق ما أورده الجنيد رحمة الله عليه عندما قال: الإخلاص سر بين العبد وبين ربه. إخلاص سر بين العبد وبين ربه، لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله. فلا بد من استحضار معنى الإخلاص، وإلا فإن الذي ينحو منح الشهرة وينحو منح الاستكثار من الأتباع فإنه يعرض عمله هذا للبطلان. فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يروي عن ربه فيما خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن الله جل ثناؤه قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، لا ينتفع بذلك العمل ولن تجد له أثرا في قلوب الناس. إذن الأصل الأول والشرط الأول من شروط صحة الدعوة إلى الله عز وجل أن يتصرغل صاحبها وأن يتجلبب بجلباب أم وجه الرب جل ثناؤه وإخلاص النية له، وأن يبغي بعمله هذا وجه ربه تبارك وتعالى، لا رياء ولا سمعة ولا حب ظهور ولا استكثارا من الخلق وغير ذلك. الأصل الثاني من أصول الدعوة إلى الله جل ثناؤه البصيرة في العلم. أنا أتعجب من كثرة الصفحات ومن كثرة الشباب الذين يعتقدون بأنهم يدعون إلى الله عز وجل ولم يتسلحوا بالعلم ولم يحصلوا فيه شأوا يمكنهم من أن يتنصبوا مثل هذا المنصب، بل إنك تجدهم يجهلون أبجديات الدين، سواء كانت في باب العقيدة والأصول أو في باب الفروع والعبادات أو في باب المعاملة الأساسية يجهلونها، وهم يلجون في مسالك ويدخلون في متاهات لا حصر لها، وهم يحسنون أنهم وهم يظنون أنهم ويحسبون أنهم يحسنون الصنعة. كل من أراد أن يلج في هذا الباب فليتمثل قول ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما قال له: قل وقل رب زدني علما. لم يأمر
ربنا جل ثناؤه نبيه من الاستزادة من أي شيء كيفما كان إلا من العلم. حتى قال في هذا المعنى أبو إسحاق الإلبيري رحمة الله عليه، قال: جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي بون، ستعلمه إذا طه قرأت. ويشير بذلك إلى ما ورد في سورة طه: وقل رب زدني علما. طلب العلم فريضة. الناس بعضهم يعني يدعو الناس مثلا، هذا يدعو غيره إلى الصلاة، أو يدعو غيره إلى التوحيد، أو يدعو غيره إلى مكارم الأخلاق، أو يدعو غيره إلى أن يأكل الحلال وأن يبتعد عن الحرام وغير ذلك من المسائل. طيب، أنت عندما تدعو لربما تبلغ أمرا لا علم لك به، فتكون محرفا لهذه الأحكام الشرعية، وتبلغ هذا الدين على غير الوجه الذي أمر به ربنا تبارك وتعالى، فيفسد الإنسان من حيث يظن أنه يصلح. لابد علماء دي الحديث، علماء الحديث الذين تحدثوا عن من يريد أن يبلغ حديثا واحدا، اللي يبغى يبلغ حديث، قالوا لابد أن يكون مستجمعا لشرائط خمسة. هذا اللي يبغى يبلغ حديث لابد أن يستجمع خمسة دي الشروط، وهي التي نظمها الحافظ السيوطي رحمه الله في ألفيته بقوله: وسامع الحديث باقتصار، عن فهمه كمثل الحمار، فليتعرف ضعفه وصحته ونحوه وفقهه ولغته. هذا اللي يبغى يبلغ الحديث الواحد، فليتعرف ضعفه، هل هو ضعيف، فليتعرف ضعفه وصحته ونحوه، إذا تعلق بالحديث نحو ينبغي أن يكون مدركا له، ونحوه وفقه، إذا تعلق بالحديث فقه ينبغي أن يكون مدركا له، ولغته وغير ذلك. هذا أمر من الأساسيات. هذا بغي يبلغ آية خصو يفهمها، هذا بغي يبلغ حديث خصو يفهمه، هذا بغي يبلغ حكم شرعي خصو يضبطه، وهكذا كل من أراد أن يبلغ أمرا من أمر الدين والشريعة فينبغي أن يكون ملما به، وإلا فإنه سيدخل في صلب المحرفين وفي صلب المبطلين الذين يبلغون عن رب العالمين ويتقولون عليه ما لم يقله عز وجل وما لم ينزل به سلطانا. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كل من يتكلم بغير علم يقول على الله عز وجل ما لا علم له به. إذن فالأساس الثاني من أساسيات الدعوة إلى الله عز وجل وأصولها وقواعدها أن يكون الداعي إلى الله تبارك وتعالى على بصيرة بما يدعو إليه، وأن يكون ضابطا له ملما بمسائل وأحكامه حتى لا ينقص منه شيء، وحتى يبلغ الأمر على وفق ما أنزل الله تبارك وتعالى. من أصول الدعوة إلى الله جل وعلا وأهم ركائزها هو أن يعمل الإنسان بما تعلمه. من العيب والعار أن الإنسان يدعو غيره وقد أهمل نفسه، كالشمعة التي تحترق لتضيء غيرها، الشمعة التي تحترق وتضيء غيرها. فبعض الشباب عندهم معلومات وعندهم محفوظات وعندهم شيء من الدرك لبعض مقاصد الشرع، لكن إلى شتي الأفعال ديالهم لا يعملون بشيء من ذلك، يحسنون المقال ويسيئون الفعال. ونبينا عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله عز وجل من علم لا ينفع، فقد روى مسلم في صحيحه من حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. ما هو العلم الذي لا ينفع؟ هو العلم الذي لا يعمل به صاحبه. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.
وفي رواية أخرى عند النسائي قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. ربنا تبارك وعز ذم اليهود وشبههم بالحمر الموقفة، وذلك لأنهم علموا ولم يعملوا، فكيف الإنسان يدعو لشيء لا يعمل به؟ كيف الإنسان يدعو إلى شيء لا يعمل به؟ مع أن مقام الدعوة إلى الله جل وعلا، الناس الذين تدعوهم يرقبون حال الداعي إلى الله، يرقبون أخلاقه ويلحظون سمته وينظرون في عبادته وينظرون في أخلاقه وينظرون في صفاته ويتحسسون كل حركاته، يسجلونها كالكاميرا هذه التي تسجلنا الآن، الناس يراقبون. ولذلك حتى الرجل العامي الذي ربما قد لا يكتب ولا يقرأ يقول لك هذا الشيخ أو هذا العالم أفضل من هذا، لما قال لك هذا يعمل وهذا لا يعمل؟ كيف ميز ذلك؟ لأنه يرى، يريد أن يتمثل ذلك العالم أو الشيخ أو الداعي إلى الله جل وعلا ما يقوله وما يدعو إليه، أن يتمثله تطبيقا وعملا، وأن تظهر آثار ذلك عليه ابتداء قبل أن يقول ذلك إلى غيره. حتى قال بعضهم: إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب كما تزل القطرة عن الصفا. إن قوما يأمرون بالذي لا يفعلون لمجانينهم وإن كانوا لا يصرعون. هذا شاب يسأل أباه، وأبوه من أهل العلم ومن أهل الخير والصلاح، يقول له: يا أبتي، قال له: لم إذا وعظت الناس يبكون، وإذا وعظهم غيرك لا يبكون؟ فلخص له المسألة، لخصها له، قال له: إن الناكحة الثكلى ليست كالنائحة المستأجرة. قال له: النائحة التي تبكي على وليدها أو على يعني من يعني تتعلق به، يعني هذه النائحة الثكلى ليست كالنائحة المستأجرة. فلا بد قبل أن ندعو الناس ينبغي أن نتمثل ذلك. واعلموا رحمني الله وإياكم أن الدعوة في هذا الوقت، الدعوة بالحال أعظم من الدعوة بالموقع. حتى في الغرب أكثر من أسلموا بسبب لحظهم لأخلاق المسلمين، وأكثر من أسلم قدما في شرق آسيا وفي بقاع الأرض وأصقاعها، كان ذلك بسبب أخلاق المسلمين، بسبب انضباطهم بالشرع. إذا كان الناس في الغرب ينظرون في مثل هذا المسلم الذي يتمسك بدينه ويتمسك بصلاته ولا يفرط فيها ولا يبيع دينه ولا عرضه، وعنده حمية قوية على دينه وعقيدته وشريعة الإسلام، هذا يقدرونه ويحترمونه، يقولون هذا هو المتدين حقا، وهم يميزون بين غيره الذي يكثر الكلام من غير فعل. كما يقول بعض الحكماء، يقول: يتفيهق الغمر المغمر مسهبا، والمسقع العد القريحة موجز، الله يعلم أن هذا عاجز فيما يقول وأن ذاك معجز. ماشي المسألة بكثرة الكلام وتنميق العبارات، المسألة بما يحمل هذا الكلام من حمولة الإخلاص ومن حمولة العمل بما تعلمه الإنسان، حتى ينتفع به غيره من الناس، حتى ينتفع به غيره من الناس. وهذا الباب باب طويل البحث، لكن حسبي في مثل هذه المحاضرة أن أذكر رؤوس الأقلام فقط، وأن أذكر بعض الأمثلة فقط حتى لا ينسحب البساط من تحت أرجلنا. من أصول وقواعد الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا بد من الصبر والحلم على من يجهل أو على من يتعدى قدره وطوره، لا بد من الصبر عليهم. وهذا أمر هو من سنن الدعوة إلى الله جل وعلا، هذا من السنن. يعني تنظر في الإنسان لا يدعو ليس له أعداء، وليس ثمة من يناصبه
العدا ويمتلئ قلبه غيظا عليه وحنقا. لكن إذا بدأ الدعوة، وينصح أقرب الناس إليه، ينصح والديه، ينصح إخوان دياله في الحي، وهذا تجد الناس الآن يعني قد ينبذونه بأوصاف شتى. هنا لابد من الصبر، وحتى دعوة غير المسلمين الإنسان يتعرض للضرر، ويتعرض الإنسان للتضييق، ويتعرض لأمور شتى، فلا بد أن يصبر. فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أنزل عليه الوحي، وعندما لقي جبريل عليه السلام في غار في الغار، وتعجب من أمره ولم يكن قد سبق أن رأى هذا المخلوق على هذا الصفة، واندهش عليه الصلاة والسلام وفرق من هذا المشهد وهذه الصورة، وذهب إلى زوجه خديجة رضي الله تعالى عنها، وفرائسه ترتعد، وقد دخله الخوف والهلع. قال لها: لقد خشيت على نفسي. فقالت له رضي الله تعالى عنها: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب الحق. فذهبت به إلى ابن عمها نوفل، ورقة، عفوا، ورقة بن نوفل. ذهبت إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، فقالت له: اسمع من ابن أخيك، اسمع ماذا سيقول لك. فحكى له النبي صلى الله عليه وسلم رآه، فقال له ورقة: وكان رجلا له دراية بالكتب المنزلة، يكتب العبراني إلى كما ورد في الصحيح. فقال له ورقة وهو الشاهد، قال له: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، اللي هو جبريل عليه السلام، هذا ملك الوحي، هذا الناموس الذي أنزل على موسى. ثم قال له: يا ليتني كنت جذعا إذ يخرجك قومك، غادي يخرجوك من القرية التي أنت فيها ومن المحل الذي تسكنه. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا تعجب؟ لأنه موصوف بالصادق الأمين في أوصافهم، كانوا ينزلونه منزلا عظيما، كانوا يعني يستسقون به وهو طفل صغير لم يئض بعد إلى سن البلوغ، وكانت يعني الإشكالات والخلافات والنزاعات تفض بين يديه، حتى في شأن الحجر لما اختلفت فيه القبائل العربية أيها تحمله حتى تضعه في محله بعد بناء الكعبة، لم يجدوا من يقوم بمثل هذا الصلح وضرء الفتنة والخلاف والنزاع القائم بينهم إلا أن يستشيروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما دعاهم قال له ورق بن نوفل، قال له: يا ليتني كنت جذعا إذ يخرجك قومك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. هنا لابد من الصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ونبينا وربنا جل ثناؤه يذكر عن لقمان لما أوصى ابنه، قال له: يا بني أقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. هنا دخل في الدعوة، دخل في الدعوة الله بعدما عمل وأقام الصلاة وأتى بما افترض الله، ودخل في باب الدعوة إلى الله والأمر والنهي وموعظة الناس وتبصيرهم بأمور دينهم والنصح وغير ذلك. قال الله بعدها: واصبر على ما أصابك، لأن باب الدعوة باب تكتنفه المخاطر والأشواك والمنغصات، لكن من يرجو وجه ربه جل ثناؤه، ومن يتفيأ ظلال طاعته، فلا يضره ذلك، بل إنه يحتسب كل ما يتعرض له من الضرر في سبيل تبليغ دعوة ربه تبارك وتعالى. فعلى كل حال، الأصول والضوابط والقواعد كثيرة وكثيرة جدا، لكن ما أشرت إليه في هذه الكلمة وفي هذه المحاضرة من إخلاص النية لله عز وجل، وفي العمل بما تعلمه الإنسان، وبأن يكون قدوة للغير، وأن ينهض حاله الناس، وأن يؤثر فيهم بحاله قبل مقاله، وكذلك أن يتسلح بالصبر والحلم،
ومواقف السيرة كثيرة وكثيرة جدا في هذا الصدد، ويعني لولا أنني لا أميل في مثل هذه المحاضرات إلى التطويل وإلى الإثقال على الإسماع لا أوردت مواقف كثيرة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سير الصحابة والصالحين وأهل العلم قديما وحديثا. وكما قال بعض السلف، قال: قصص الصالحين جند من جنود الله يثبت الله بها عباده، وكلا نخص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا العمل بما تعلمناه، وأن يجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، ويرزقنا الإخلاص ظاهرا وباطنا، ويوفقنا لكل ما فيه النفع لنا ولغيرنا، إنه جل ثناؤه ولي ذلك ومولاه. ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله عنا كل خير، أفدتم وأجدتم، بارك الله فيكم. وفيكم بارك، كرمكم الله. طيب، نجيب عن بعض الأسئلة، جزاكم الله خيرا. السؤال الأول الذي بين أيدينا هو، يعني هل يحاسب العبد إن لم يدعو الناس، يعني إن لم يكن داعية إلى الله عز وجل؟ يعني ما هو حكم الدعوة إلى الله عز وجل؟ بارك الله فيك، وبارك الله في الأخ السائل. هذا السؤال مهم جدا، ومضمون هذا السؤال: من تقاعس عن الدعوة إلى الله عز وجل هل يكون آثما؟ هل يكون يعني صاحب لوم ومؤاخذة بين يدي ربه تبارك وتعالى؟ أقول جوابا على هذا السؤال: أن الإنسان لا ينجو إلا إذا أخذ بأصول النجاة. لا ينجو الإنسان في الدنيا ويوم لقاء ربه جل ثناؤه ما لم يكن مستجمعا لأصول النجاة. وأصول النجاة أربعة، أصول النجاة الأربعة. الأصل الأول العلم، أن يتعلم. والأصل الثاني أن يعمل بما تعلم. والأصل الثالث أن يدعو الناس، يدعو الناس إلى ما تعلمه. والأصل الرابع هو الصبر. وهذه الأصول الأربعة مجموعة في سورة العصر، قوله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل الناس في خسارة، كل الناس في بوار، كل الناس في تجارة كاسدة، شكون هما الذين سينجون؟ قال جل ثناؤه: الذين اتصفوا بهذه الأصول الأربعة، اللي هو أصل العلم والعمل والدعوة والصبر. فلا شك ولا ريب أن الذي تقاعس عن أمر الدعوة أنه يأثم. وأنا لا أتحدث هنا عن مقام التخصص، أن يكون الإنسان شيخان وأن يكون يعني صاحب حمولة علمية ويقيم دروس أنا أتحدث الآن عن على عامة المسلمين. أي مسلم راه مكلف باش يدعو إلى الله جل وعلا بحسبه، ولا يكلفه الله جل وعلا فوق طاقته. وسأضرب على ذلك مثال: أول من أنت ملزم بدعوتهم أهلك. إنسان يدعو زوجه، يدعو أبناءه، يدعو إخوانه، يدعو أقرباءه. وكثير من الناس يتقاعسون عن هذا الأصل، تلقاه هو في نفسه صالح لكن ربما زوجته قد لا تصلي، أو ربما تتبرج، ولربما تقع في مخالفات شرعية ويسكت عنها ولا يبلغ دين الله، وقد تنام عن الصلاة ولا يبلغ. هذه الدعوة، الناس لا سمعوا الدعوة عند بالهم، والدعوة تجلس بحكة على المنبر أو توجه إليك الكاميرات بهذه الصورة وأنك تقيم يعني المحاضرات. لا، لا، هذا ليس مقصودا. الدعوة إلى الله جل وعلا كل بحسبه، كل بحسبه. فالإنسان إذا كان بين يديه مما يستطيع أن يبلغ دين الله جل وعلا فإنه يكون آثم بترك هذا الواجب. إنسان مثلا في حيه جيرانه، هو مسؤول شرعا أنه يبلغهم وينصحهم ويعظهم ويذكرهم بما يستطيع. جارك لا يصلي،
هذا قد يقع في المحرمات، هذا يقع في الكبائر، وتصل ودهم وتصل هذا الوصل الطيب، وتستغل هذا الوصل الطيب وحسن المعاملة وحسن الجوار في تبليغ دعوة الله تبارك وتعالى في عملك. فحيثما استقل بك المقام فإن مقام الدعوة لا يتوقف، لكن أقول كل بحسبه. أنا لا أستطيع أن أقول كما يقول بعض الشباب المتحمس أن أي واحد يعني يدير دروس وكذا ويعني يناظر ويناقش كما يصنع بعض الشباب، يدخلون إلى مواقع وصفحات لا يحسنون شيئا من ذلك. هذا في نظر لك يناقش شبهات النصارى، وهذا يناقش شبهات الشيعة، وهو ليست عنده خلفية شرعية وما ضبط هذه القواعد والأصول، فيكون دخوله وتقحمه لهذا الباب سببا في الفساد والإفساد عائدا بالرب جل ثناؤه. ولذلك من رأى منكم منكرا فليغيره، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبي، وذلك أضعف الإيمان، والله جل وعلا الموفق. جزاكم الله عنا كل خير شيخنا. طيب السؤال الثاني، يعني قد يجد الإنسان في نفسه حرجا في تبليغ الدعوة إلى الله عز وجل، وهو يعني مذنب وعاص، يعني كيف يحل هذه المشكلة؟ بارك الله فيك. الله المستعان. كلنا ذو ذنوب، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم فيما خرجه الحاكم في المستدرك وغيره من حديث أبي هريرة، قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الحياة. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر بالله ذكر. كلنا ذو ذنوب، كلنا ذو معاصي. ليس من شرط الدعوة إلى الله العصمة، وليس من شرط الدعوة إلى الله جل وعلا أن يكون الإنسان مبرأ من كل العيوب. لا، إنسان يجاهد نفسه من جهة ويصلحها ويقوم على انتشالها من مستنقعات الذنوب والمعاصي، وفي نفس الوقت وقت ما بنت ليه الفرصة السانحة في الدعوة يدعو. أنا عندما انتقدنا في بداية هذه المحاضرة مسألة العمل بالعلم، أنا أتحدث عن من لا يعمل ولا يصلح نفسه ولا يقوم بها مقام المجاهدة والمشارطة والمعاقبة والمعاتبة، ومع ذلك تلقاه يتحدث ويبلغ دين الله. هذا الذي ننقده رأسا. أما واحد كيجاهد نفسه من جهة ومن جهة أخرى تدعو، هذا الحمد لله عمل طيب. يعني ليس من شرط الدعوة أن الإنسان يكون معصوما، هذا ليس من شرط الدعوة. الإنسان يجاهد نفسه ويصلح ذاته، وفي نفس الوقت يبلغ دين الله جل وعلا بحسب قدرته واستطاعته وتحصيله العلمي، وأن لا يتجاوز طوره وحده، والله جل وعلا الموفق. نفعكم الله ونفع بكم شيخنا الكريم سيدي عبد العزيز. طيب ختاما لهذه المحاضرة وهذا المجلس القيم، نطلب منكم كلمة أخيرة ودعاء نختم به إن شاء الله. جزاكم الله عنا كل خير. والله المستعان، والله المستعان. والكلمة التي نختم بهذا المجلس هو أن نحول هذه المعلومات إلى معمولات. الإنسان إذا تعلم أمرا ينبغي أن يعمل به، وننهج منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما ذكر أبو عبد الرحمن السلمي رحمة الله عليه، عبد الله بن حبيب ذكر منهج الصحابة في التربية، في تزكية النفس وفي إصلاح الذات، فكانوا يقرؤون 10 آيات لا يتجاوزونها حتى يفقهونها ويتعلموا حلالها وحرامها وما تعلق بها من أحكام وحكم، ويعملون بها ثم يبلغونها. هذا هو النهج. فلا بد أن يصلح الإنسان نفسه بداية، وأن يقتطع وقتا لذلك، يقتطع وقتا لذلك. فمن الآثار في الحقيقة العظيمة المهمة ما رواه الإمام أحمد، ويسند الكلام في هذا الخبر إلى وهب بن منبه، قال في حكمة آل داود:
4 ساعات لا ينبغي أن يغفل عنها المسلم، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها إلى إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، وساعة يخلي بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ولا يحرم، فإن هذه الساعة عون له على تلك الساعات. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ونعوذ به جل ثناؤه من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ونسأله جل ثناؤه أن يقسم لنا من خشيته ما يحول به بيننا وبين معاصيه، ومن طاعته ما يبلغنا به جنته، ومن اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا. نسأله جل ثناؤه أن يمتعنا بأبصارنا وأسماعنا ما أحيانا جل ثناؤه، ويجعل الوارث ذلك منا، وأن يصلحنا ويصلح أزواجنا وأبناءنا، وأن يمهد لنا أسباب الخير، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يوفقنا إلى ما فيه رضاه وهداه، وأن يصرف عنا الشرور والبلايا والفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات، ويعصم أبناءنا وأهلينا جميعا، ولكل من له حق علينا من المسلمين أن يعصمنا جميعا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا أنسى أن أعيد الكرة في الشكر للإخوة القائمين على هذه المحاضرة الذين اقتطعوا هذا الوقت، وأن يجعل ما بذلوه وما تجشموه في ميزان حسناتهم، وكذلك من حضر معنا في هذا اللقاء والبث المباشر واقتطع هذا الوقت وصبر وتحمل كلامنا، ويعني احتسب الأجر عند الله، أن ينيله ما يرغب وأن يقدر عليه كل ما يحب، إنه جل ثناؤه ولي ذلك مولاه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.